السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين. أما بعد، عزيزتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، اليوم سأقدم لكم في هذا الشريط إن شاء الله مجموعة من التمارين التوليفية الدورة الثانية في مادة علوم الحياة والأرض. إذن إن شاء الله سنبدأ في بالنسبة للنشاط الأول. إذن سأقرأ المعطيات. يتفاعل الإنسان مع وسط عيشه، يلتقط منه المعلومات. بين قوسين هذه المعلومات هي أصوات كمعطيات، روائح، حرارة، ألوان وأشكال، بواسطة خمس حساسيات شعورية اللي هما أمامكم: الإبصار، ثم السمع، ثم الشم، ثم حاسة الذوق، حاسة اللمس. ألف، السؤال المطلوب منكم من التلاميذ: املأ الجدول بما يناسب من الكلمات. إذا أمامكم الجدول التالي، يعني يمثل العناصر المتدخلة في الحساسية الشعورية. استعمل وثيقة، يعني بعض المعطيات اللي عندنا. إذا كما كتلاحظوا، يعني عندنا الحساسية أو حساسيات، حساسية الإبصار، المهيج بطبيعة الحال سيكون هو الألوان أو اللون، مستقبل الحسي هو العين، أو هنا يعني مستقبل حسي الموجود ب العضو الحسي، يستحسن أن يكون عضو حسي. ثم موصل حسي اللي هو عصب بصري أو ليك عصبي حسي بصري. ثم المركز، يعني مركز العصب الحسي هو باحة بصرية. نفس الشيء بالنسبة لحاسة السمع، المهيج ديال الأذن هو مستقبلات الأذن اللي موجودة في الأذن هي الأصوات. ثم العضو الحسي الأذن، وإذا الموصل حسي هو ليك عصبي حسي نقولو سمعي. ثم باحة سمعية اللي هو المركز العصبي. نفس الشيء بالنسبة كذلك لحاسات الشم، يعني المهيج للمستقبلات الموجودة في الأنف هي الروائح. ثم الأنف كعضو حسي الذي توفر المستقبلات الحسية، ثم ليف عصبي حسي والباحة الشمية إلى. ثم رابعا كذلك الذوق، حاسة الذوق، أطعمة، اللسان عضو حسي الذي توفر المستقبلات في اللسان. كما تعرفون أن اللسان فيه مجموعة من المستقبلات، يعني ثم ليف عصبي حسي، ثم باحة ذوقية موجودة في المخ. ثم حاسة اللمس، حرارة أو الضغط إلى غير ذلك، حرارة والضغط والبرودة، فهي تهيج الجلد هو عضو حسي. ثم يتوفر المستقبلات الحسية كما شفنا في مستقبلين معروفين في البشر والآدمة. في الآدمة هناك يعني مستقبل باسيني، وفي البشرة مستقبل ميزنير. ثم الباحة، باحة لمسية، والباحات الحساسية العامة الموجودة خلف شق الرولون. إذا سنمر إلى النشاط الثاني. دائما نقوم بقراءة المعطيات بتمعن. إليك الوضعية التالية: سمعت من أمك أخبارا سارة. الوضعية الثانية: قفزت بسرعة عندما فاجأك ماذا؟ منبه سيارة. الوضعية الثالثة: أغمضت عينك فجأة عند تعرضك لضوء ساطع. الوضعية: أخذت القلم بيدك لتكتب رسالة. الوضعية الخامسة: ركلت الكرة برجلك نحو الشباك. شممت رائحة الورد، ثم أحسست بالبرد، ثم تتذوق طعم الشوكولاتة. إذا استخرج من الوضعيات أعلى الأنشطة العصبية وحدد نوعها. كما كتلاحظوا الأنشطة العصبية والنوع. النوع ديال الأنشطة العصبية هي ثلاثة: حساسية شعورية، كما كتعرفوا هنا حركة إرادية، ثم حركة لا إرادية، يعني ثلاث أنشطة عصبية اللي شفنا سابقا في الدرس. إذا لا كل وضعية تحمل أفعال أو سلوكات التي تدل على بعض النشاط العصبي التالي المعين. إذا سمعت، أحسست، تتذوق، فهي كلها أفعال تدل على حساسية شعورية. بالنسبة التي تدل على ركلت أو أخذت، أنا يعني أخذت، عفوا، إذا النشاط، ثم أغمضت، إذا هنا ركلت وأخذت يعني بإرادتك، نتكلم عن حركة إرادية، وأغمضت عليك فجأة حركة لا إرادية. نعم، نمر إلى النشاط الثالث. إذا النشاط الثالث: ما هي مكونات الجهاز العصبي؟ إذا عندما يعني نعتمد على معطيات هذه الوثيقة جانبا، فنستخلص ما هي مكونات الجهاز العصبي. إذا أترككم لمعرفة مكونات الجهاز العصبي انطلاقا من الوثيقة. لاحظوا يتكون من ماذا؟ يعني الدماغ، ثم حبل أبيض يوجد داخل العمود الفقري يسمى النقع الشوكي، ثم هناك بعد ذلك أعصاب، يعني مجموعة من الأعصاب، يعني
إذا الدماغ النخاع الشوكي العصبي مكونات الجهاز العصبي. الدماغ فهي مكون من مكونات النخاع الشوكي. السؤال بقى، ما هي مكونات الدماغ؟ إذا الدماغ بدوره يتكون من 3 مكونات أساسية، اللي هو المخ، المخايخ، ثم بصرة سيسائية. أبصر إذا نمر، ثم أبصر شخص سمعة فمدد يده لأخذها لكنها حرقته، فسحب يده بسرعة، إذا سطر بسرعة، إترها سقط على رأسه فأصيب بشلل في عضلات يده اليمنى وفقد بصره. إذا فتبتت الفحوص الطبية حدود مدى تلف بالمنطقة ألف، لنشوف المنطقة ألف أين توجد، ثم والمنطقة باء انظر وثيقة جانبه. إذا دائما نعتمد على المراد وثيقة. استخرج جيم، استخرج من النص أعلى الأنشطة العصبية وحدد نوعها أو طبيعتها. إذا سنملأ المطلوب منا إملاء هذا الجدول، الأنشطة العصبية نوعها أو طبيعتها. إذا لدينا إبصار الشمعة فهي تعطينا كالإحساسية الشعورية. إذا دائما في الأنشطة في الوضعيات يعني الموجودة في المعطيات النص، حركة إرادية هي مد يده ثم حركة لا إرادية أو انعكاس تسمى سحب، هنا يعني عفوا سحب يده، هنا خطأ مطبعي، سحب يده بسرعة. هنا السؤال ده، استخرج اسم المنطقة ألف. إذا أين توجد المنطقة ألف؟ لاحظوا أنه أصيب بتلف المنطقة ألف، منطقة ألف هنا الموجودة في الجهة الخلفية للفص الجبهي الخلفي، لأن يعني هنا الأمام ديال الشخص يعني توجد الآن يعني الأمام ثم الخلف يعني في القفص القفوي الخلفي، وبالتالي المنطقة ألف ستكون باحة بصرية المسؤولة عن البصر. وما دورها؟ دور الباحة هو تحليل السفير العصبية وتحليل طبيعة الشكل أو نوع ديال الشيء، أو نقدر نقول أنها تلعب دور مركز عصبي بصري أو حسي. ثم الفأس تخلص من تقبل البقرة بطبيعتها فهي باحة حركية لأنها توجد أمام الشق الروداندو. وما دورها؟ هذه المنطقة هي مركز عصبي حركي، منها تنبثق أو تنطلق أو تنشأ السيارة العصبية الحركية تتجه نحو العضلة. العناصر المتداخلة في الأنشطة العصبية أعلى بالترتيب، هاي واحد هنا الحساسية الشعورية يعني إبصار الشمعة. إذا ضر إبصار الشمعة يعني ضر المهيج اللي هو يعني الضوء، ثم هنا ستتدخل العنصر المتداخل في الحساسية الشعورية كذلك في عصبي حسي، ثم كذلك يعني العين كعضو حسي، ثم هنايا العين، ثم كذلك هناك باحة بصرية. بالنسبة للمد اليد لأخذها حركة إرادية ضروري من يعني باحة حركية ثم لف عصبي حركي، ثم ستمر من النخاع الشوكي لأن اليد، ثم لتصل العضلة وهي عضلة في مستجيب حركي عضلة اليد بطبيعة الحال. نعم، ثالثا سحب اليد بسرعة في حركة لا إرادية وحركة انعكاسية كما نقول، وبالتالي العضلة المتداخلة يعني يعني هي مجموعة من العضلة المتداخلة حساسية الشعور بالحركة الإرادية بالإضافة إلى النخاع الشوكي الذي يلعب دور مركز عصبي انعكاسي. إذا سحب اليد هناك يعني العين يعني، ثم لف عصبي حسي أو بصري، ثم النخاع الشوكي كذلك، ثم لف عصبي حركي، ثم النخاع الشوكي منعكس، ثم لدينا عضلة اليد التي ستستجيب للسيارة العصبية الحركية المنعكسة من النخاع الشوكي. نعم، نمر. النشاط الرابع إذا عبارة عن تجارب ماجندي التي أقيمت على ضفدع شوكية كما تلاحظوا. دائما نقرأ المعطيات جيدا لإبراز دور النخاع الشوكي في الحركة اللا إرادية يعني الإنعكاس. أجريت مدى 3 تجارب على 3 ضفادع حية، ويلخص الجدول أسفل التجارب المجزاة ونتائجها. تجارب، لدينا التجربة الأولى والثانية والثالثة ثم نتيجة كل تجربة. إذن سأقوم بقراءة التجربة ومعطيات التجربية والبروتوكول التجريبي ونتيجة كل تجربة. وبالنسبة للتجربة الأولى، تم تهيج أصابع الطرف الخلفي الأيمن لضفدعة المدى عادية وسليمة بوخزة إبرة. ثاني الطرف الخلفي الأيمن. بالنسبة للتجربة الثانية كذلك، نهيج أصابع الطرف الخلفي الأيمن لضفدعة نفس الشيء لكن لضفدعة شوكية مقارنة مع التجربة الثانية، التجربة الأولى التي فيها ضفدعة عادية وسليمة. مخربة الدماء قلنا بوخزة إبرة، نتيجة ذلك ثاني الطرف الخلفي الأيمن. إذا قراءة التجربة الثالثة، لدينا تم تهيج أصابع الطرف الخلفي الأيمن لضفدعة مخربة الدماء وكذلك مخربة النقع الشوكي وخزة إبرة. إذا لاحظنا أن التجارب فهي تختلف من حيث المعطيات. بالنسبة للنتائج، أن لدينا ثاني طرف الخلفي الأيمن، ثاني طرف الخلفي الأيمن، لكن في التجربة الثالثة نتيجة التجربة الثالثة فهي تخالف نتيجتي التجربتين الأولى والثانية. إذا نتيجة التجربة الثالثة عادة ثاني الطرف الخلفي الأيمن.
المطلوب منا أولا ماذا نسمي بوخز إبرة؟ بطبيعة الحال وخز إبرة سيكون هنا هو يعني مهيج ميكاني. إذا الجواب من الأسفل مهيج ميكانيكي، لأن أنا المكان فهو غير كافي لكتابة الجواب الكامل. مهيج ميكانيكي، ماذا تستنتج من مقارنة نتائج تجربتين؟ إذا بعد مقارنة نتائج التجربة الأولى والثانية فهما نفس التجربة، لذلك هنا لدينا ضفدعة عادية وضفدعة مخربة الدماغ، إذا نستنتج هنا أن الدماغ لا يتدخل في الانعكاس الشوكي. ماذا تستنتج كذلك السؤال الثاني من مقارنة أو سؤال ثاني من التجربتين الثانية والثالثة؟ لدينا التجربة الثانية والثالثة فهي مختلفتين، لأن التجربة الثانية تم تهيج ضفدعة فقط مخربة الدماغ، لكن بالنسبة للتجربة الثالثة فهي مخربة الدماغ والنخاع الشوكي، وبالتالي يمكن أن نستنتج أو نستخلص أن النخاع الشوكي لا يتدخل، يتدخل بالعكس في الانعكاس الشوكي. إذا سنمر إلى التجارب الجدول الأسفل. نلاحظ أن النخاع الشوكي يتفرع إلى جذرين أمامي وخلفي موصولا بماذا؟ بعصب سيسائي. لمعرفة دور كل عنصر أو دور كل جذر نقدم لك التجارب التالية. سؤال ثلاثة، ضع استنتاجات لكل تجربة. نعم، قبل أن نستخلص يعني الاستنتاجات ضروري أن نقرأ التجارب وملاحظات المعطيات التي توجد أمامنا. إذا قطع العصب السيسائي كما كنلاحظوا يعني مكان القطع عصب سيسائي، قطع الجذر الخلفي التجربة الثالثة، التجربة الثانية عفوا التجربة الثالثة قطع الجذر الأمامي اللي هو الأمامي. إذا نتائج كل تجربة بعد قطع العصب السيسائي فقدان الحساسية وكذلك الحركية معا، ثم بعد قطع الجذر الخلفي لدينا فقط فقدان الحساسية مع الاحتفاظ بالحركة، أما بالنسبة للجذر الأمامي بعد قطعه نحصل على لدينا نتيجة ذلك، يعني أن الاحتفاظ بالحساسية مع يعني فقدان الحركة، يعني الشلل تاني فقدان الحركة. بالنسبة للتجربة الأولى قطع العصب السيسائي غياب الحساسية الشعورية وكذلك الحركة الإرادية، الحركة بصفة عامة دليل على أن العصب السيسائي عصب يلعب دور موصل حسي وموصل حركي أو عصب مختلف، أو نقول يحتوي على ألياف عصبية حسي وألياف عصبية حركي. نمر إلى كذلك الجذر الخلفي فهو يلعب دور موصل حسي، لأن فقدان الإحساس يعني فقدان الحركية دون فقدان الحركية يعني موروث العصبية الحركية وعدم موروث العصبية الحسية، وبالتالي فهو يلعب دور موصل حسي فقط، يعني مرور السفير العصبية الحسية فقط دون السفير العصبية الحركية، وبالتالي يحتوي على ألياف عصبية حسية فقط. عكس ذلك الجذر الأمامي بعد قطعه الاحتفاظ بالحساسية وشلل المنطقة، شلل المنطقة المعصوبة هنا، شلل المنطقة المعصوبة يعني دليل على غياب يعني أنه يتوفر على ألياف عصبية حركية فقط، وبالتالي بعد قطعه غياب يعني يلعب دور موصل حركي، يلعب دور موصل حركي. نعم، نمر إلى آخر نشاط في الجهاز العضلي. لدينا التجربة التالية يعني النشاط الخامس، يعني نتائج وتجارب يعني التجربة. لدينا العضلة مرتقية يعني بطولها العالي بعد إهاجتها بإهاجة كما كتلاحظوا كهربائية، يعني هنا بلوس موان. الملاحظة الذي نلاحظ يمكن استخلاص هنا هي تتقلص العضلة وينقص طولها. إذا الملاحظة بعد إهاجة العضلة تتقلص وينخفض طولها. نعم، بالنسبة للتجربة 3 و 4 و 5 فهي في تجربة في تجربة هي عضلة واحدة نفس العضلة الطول ديالها، لاحظوا عضلة مرتقية نقوم بإضافة الكتلة عليها، ثم نلاحظ أنها تتمدد ثم تستطيع بعد إزالة الكتلة تتمدد، إضافة الكتلة تتمدد وبعد إزالة الكتلة تسترجع طولها الأصلي. إذا تسترجع العضلة طولها الأصلي لأن بعد إزالة الكتلة، نتكلم عن أن العضلة فهي تتميز بخاصية المرونة. الخاصية الأولى هي خاصية أو خاصيتين لدينا، التقلص أو القلصية وخاصية الاهتياجية.